المبنى لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: الموضوع الذي سوف أسأل عنه يا فضيلة الشيخ هو أنني أنا وإخواتي ونحن أطفال صغار، كنا إذا وجدنا أي مبلغ من المال ملقا في الأرض أخذنا، سواء كان ريالا أو حتى 50 ريال أو أي شيء، والآن كبرنا وندمنا، فهل يجب علينا شيء في الوقت الحاضر؟ إذا كنتم تعرفون المقدار الذي أخذتموه وهو مقدار كثير، فعليكم أن تتصدقوا به على نية الأجر لصاحبه، إلا إذا كنتم تعرفون صاحبه فإن الواجب أن تردوا عليه المبلغ أو تطلبوا منه المسامحة إذا كنتم تعرفون، أما إذا كنتم لا تعرفونه فإنكم تتصدقون به على نية الأجر لصاحبه. هذا إذا كان تعرفون هذا المبلغ وهو مبلغ كبير تتبعه همة أوساط الناس، أما إذا كان مبلغا ضئيلا أو لا تعرفون مقدار المبلغ فإن الواجب عليكم إذا لم تعرفوا مقداره أن تجتهدوا في تحديده، تقدروه وتدفعوا ما تتوصلون إليه بتقديركم وتصدقون به لصاحبه، وإذا تعذر ذلك فلا حرج عليكم. جزاكم الله خيرا. إذا فعلوا ذلك قبل سن التكليف شيخ صالح فهل الحكم واحد؟ نعم، أموال الناس يجب ضمانها على المكلف وعلى غير المكلف. بارك الله فيكم. ما كان فيه إتلاف نعم إنه يجب ضمانه على الصغير وعلى الكبير وعلى المجنون وعلى الصاحب. بارك الله لأن أموال الناس مضمونة. جزاكم الله خيرا.